قصة نوح عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. بعد موت آدم وإدريس عليهما السلام، بقي الناس يعبدون الله لا يشركون به شيئا. فلما كثر الناس وانتشروا في الأرض وتشعبت المصالح وأصبح الشيطان يوسوس للناس، انحرف البشر عن عبادة الله الواحد وأصبحوا يعبدون الأصنام. فاختار الله لهدايتهم رجلا نشأ بينهم، ولكنه لم يكن مثلهم. عاش فقيرا، لكنه كان نقيا طاهرا، حفظه الله من شرور القوم وآثامهم، وأبعده عن أصنامهم وإشراكهم. أيتها الآلهة العظيمة، أيتها الآلهة، ارزقينا من خيراتك. لبث نوح في قومه زمنا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولكن هذه المدة الطويلة لم تؤتي ثمارها، فلم يؤمن برسالته إلا القليل منهم. الله واحد أحد، الله لا إله إلا أنت، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وقد أنكر الكافرون أن يكون نوح نبياً، لأنه باعتقادهم أن النبي لا يكون إلا من الملائكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا. استمر نوح في دعوته محاولاً إقناع قومه، قائلاً لهم: يا قوم، إن عبادة الأصنام من عمل الشيطان فاجتنبوها، وآمنوا برسالتي واعبدوا ربي وربكم. يا قوم، لا تسجدوا لتلك الأصنام ولا تعبدوا هذه الأوثان، فهي لا تجلب نفعاً ولا ضراً. ارزقينا من خيراتك. استمع القوم إلى حديث نوح بآذانهم، ولم يحفظوه في قلوبهم، ولم يطعه أحد إلا من أطاعه من الفقراء والبسطاء. هل سمعت بما يدعو إليه نوح؟ إنه يريد منا ترك أصنامنا وعبادة ربه. أما الأغنياء والأشراف منهم فإنهم قالوا له: يا نوح، لن نؤمن بك، وإن كنت تريد مالا فخذه من أموالنا. فقال لهم نوح: إني لا أسألكم أجرا، فما أجري إلا على الله. بعد كل تلك الدعوات من نوح عليه السلام، لم يزدد قومه إلا عناداً واستكباراً، وأصروا على عبادة آلهتهم. ثم أنهم غطوا وجوههم بملابسهم حتى لا يبصروا، ووضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا. بعد أن بذل نوح جهداً كبيراً في نصح قومه وإرشادهم إلى عبادة الله
وبعد أن ضاقت في وجهه السبل لإصلاح قومه لجأ إلى الله يشكو قومه. أوصى الله سبحانه وتعالى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد الله آمن. لا إله إلا أنا. عند ذلك دعا نوح ربه أن لا يترك على الأرض أحدا من الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. استجاب الله لدعاء نوح، وأراد الله سبحانه أن يهلك الكافرين، وأمر نوحا أن يصنع سفينة كبيرة، فخرج هو ومن آمن معه إلى غابة كبيرة الأشجار، وحملوا معهم فؤوسهم وآلاتهم، وأخذوا يصنعون السفينة التي أمرهم الله بصنعها. هيا يا رجال، هيا لنقم بمساعدة نوح على صنع السفينة. هيا هيا، هلموا بنا. كان الكفار يمرون على نوح وهو يصنع السفينة فيضحكون منه ويهزؤون به، لكنه كان صابرا على سخريتهم. انظروا هؤلاء المجانين يصنعون السفينة في هذا المكان ولا يوجد ماء. لقد أصابهم الجنون جميعا. أتم نوح سفينته وجاء اليوم المحدد، وكانت العلامة أن يفور التنور بالماء بدلا من النار، فأمره الله أن يحمل في السفينة أهله ويضع فيها من كل حيوان وطير وزواحف وحشرات وزروع ووحوش، زوجين اثنين ذكر وأنثى، وأن يأخذ معه كل من آمن به ومن اتبعه من قومه، لأن الله سيغرق الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أرسل الله من السماء مطرا غزيرا، وأمر الأرض أن تفجر منها المياه من سائر أرجائها، عم الماء جميع الأرض، فحمل السفينة ومن فيها، عندما رأى الكفار ذلك أصابهم الذعر والخوف، وكان ممن رفض الركوب مع نوح في السفينة زوجته، فقد كانت من الكفار، وكذلك أحد أبنائه، ولقد أشفق نوح عليه السلام على ولده، فدعاه إلى الركوب في الفلك حتى لا يغرق، فقال الولد إنه سيذهب إلى جبل يعصمه من المياه. أنقذوني! لكن الأمواج القوية والعاتية أغرقت الولد لأنه كان من الكافرين. لما هلك الكفار من تأثير الطوفان أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تكف عن المطر، فانحسر الماء عن الأرض بعد أن أهلك الله الكافرين، ورست السفينة على جبل يسمى الجودي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وبعد أن رست السفينة على الجبل وابتلعت الأرض ماءها، أمر الله نوحا أن ينزل من السفينة إلى الأرض، فهبط على الأرض محفوفا ببركات وحفظ من الله سبحانه وتعالى مع من آمن معه. وهكذا انقضت حياة نوح بعد أن عاش مدة طويلة في جهاد عنيف وصبر طويل.